طمأن محافظ صلاح الدين مواطنيه على عدم وجود مخاطر جراء الفيضانات التي تعرضت لها مناطق كردستان، وأكد خلال مؤتمر صحفي في قضاء الدجيل المتابعة التفصيلية لارتفاع مناسيب المياه في حوض نهر دجلة. وقال المحافظ: لدينا خطط استباقية ولا نجد خطورة آنية، لكننا متهيئون لأسوأ الاحتمالات. المشاريع التي أنجزت بالدجيل هي أغلبها المشاريع التي كانت على خطة الاستقرار وعلى خطة التنمية، وهذا المشروع اللي هو مشروع الشارع الرئيسي في الدجيل هو على خطة تنمية الأقاليم، وهنالك جزء باقي تم إكماله وإحالته عن طريق صندوق الإعمار. المشاريع التي تعثرت والتي تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر هي مشروع المشاريع المستشفيات الأربعين سرير والمئة سرير، والتي تلكأت بسبب التخصيصات من وزارة الصحة، لأن هذه المشاريع على وزارة الصحة. احنا طالبنا بالفترة السابقة بأن يكون مشروع مستشفى الأربعين سرير على المحافظة لكي يتم إكماله ضمن تخصيصات الدجيل في تنمية الأقاليم، لكن لحد الآن ما حصلنا نتيجة، على الرغم أنه من أكثر من قبل يعني من قبل عام احنا قدمنا طلب بأنه تكون المحافظة هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وأنا أؤكد لو كانت الوزارة أعطتنا الفرصة لتنفيذ هذا المشروع لكان أنا خلال 4 إلى 6 أشهر ننجز هذا المشروع بالكامل، لكن هذه الإجراءات والتعقيدات الروتينية اللي يدفع ثمنها المواطن بشكل مباشر. الدجيل مدينة كبيرة وبها يعني مناطق نائية كثيرة، لذلك تحتاج إلى مستشفى، وهذا التعطيل غير مبرر من قبل وزارة الصحة، أعتبره يعني عدم اكتراث بحال المواطنين. وطبعا المشاريع المشروع الماء الموحد وهنالك مشاريع استراتيجية أخرى كلها تأخرت، لكن احنا ان شاء الله ضمن برامجنا الاستقرار وتنمية الأقاليم ان شاء الله جادين في اكمال اعمالنا خلال فترة بسيطة ان شاء الله. دكتور، نتحدث عن السيول الجارفة التي قد تهدد يعني المدن القريبة من حوض النهر، ما هي خطة حكومة المحافظة؟ هل هنالك خطة؟ نعم، مع الجهازات العلاقة ايضا. احنا طبعا بهذا الموضوع عندنا مراقبة بالساعات لموضوع السيول، لحد الآن لم تردنا المرحلة المتقدمة من الإنذار، بعدنا ضمن المراقبة يعني إن شاء الله. هو طبعا نحن عندنا مناطق محددة هي اللي دائما تنغمر في كل موسم فيضان، وهي جزء من المناطق في البيجي وجزء من المناطق في سامراء، غير ذلك ماكو، يعني الموضوع كله قبل سدة سامراء، لذلك احترازاتنا راح تكون هنالك، ويعني اكو جهود لهذا الموضوع. دكتور، اليوم ما هي خطه المحافظه من اجل انشاء سدود؟ لان هاي سدود اولا في خزن المياه في الصيف، يعني عندنا ناصر شحوار. شوف، احنا المشكله دائما الحلول تاتي بعد الكارثه، اليوم عندما شهد العراق شحه المياه صار التفكير بالسدود، لكن احنا من 2003 لليوم ما فكرنا بموضوع السدود وايجاد حلول حقيقيه. اكو هنالك الان البدايه مشروع سد مكحول، وهذا طبعا مشروع مقر من خمسينات القرن الماضي ولم ينجز لحد الان. طبعا اكيد يعني استثمارنا للمياه ما كان بشكل جيد، هذا الخلل والشحة راح تضطر الحكومة إلى أن تأخذ إجراءات حثيثة بهذا المجال.